إلى ذلك أشرف محافظ صلاح الدين دكتور المهندس عمار جبر خليل ميدانيا على تنفيذ إجراءات حظر تجوالي في سيطرات وتنفيذ قرارات خلية الأزمة للوقاية من كورونا، مشيدا بتضحيات القوات الأمنية بكل مسمياتها الماسكة للأرض ومعهم أخوتهم في الجيش الأبيض الذين يبذلون جهودا استثنائية لدرء خطر هذا الوباء. ودعا محافظ صلاح الدين الجميع إلى عدم الاستهانة برغم ظهور إصابات في بعض المناطق، فخطورة هذا الفيروس تتطلب مواصلة العمل لمواجهته ومحاولة الحد من خطورته لسلامة أهلنا في المحافظة.